بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين يا نون، وصلنا إلى الليلة السادسة، ليلة الأنصار الذين ثبتوا بدمهم مواقف الطف وأثبتوا بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الغدير يوم الطف، حيث كتبت دماؤهم البيعة لله ولرسوله ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وختم هذه البيعة نحر الإمام الحسين صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه الليلة هناك أحزان كثيرة سيطلقها ضيوفي لهذه الليلة شعرا وإنشادا ونعيا. ضيفي لهذه الليلة الشاعر الأستاذ قادم أهل البيت صباح العتابي، عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء، وأهلا وسهلا بك. حبيبي أستاذنا أخونا الأستاذ محسن جوراني، عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء، نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بشهر الأحزان وذكرى انتصار الدم على السيف شهر الحسين عليه السلام. شكرا لك لأنه أتحت الفرصة أن حتى نتمكن من خدمة الحسين عليه السلام، وإن شاء الله يا ربي نكون يعني على قدر هذه المسؤولية إن شاء الله. شكرا جزيلا. وضيفي الآخر الملا مؤيد البغدادي الصوت الحسيني الهادر والمبكي، عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء، وأهلا وسهلا بك. الله يحفظك أستاذ محسن أبو علي، حقيقة من هذا المكان نعزي بقية الله في أرضه مولانا صاحب العصر والزمان والعالم الإسلامي وشيعة أهل البيت بذكرى عاشوراء الحسين عاشوراء الدمعة، ونسأل الله أن يجعلنا من المعزين والسائرين على نهجه بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد. قال الإمام الحسين لم أرى، مضمونه قد تخون الذاكرة في الرواية، لم أرى أصحاب خير أصحابا عفوا خير من أصحاب. من أصحاب. هذه الميزة والتميز. نعم. أستاذ صباح سؤال عندك ويعلق عليه أيضا مولى محمد، هذا التميز منين أجى لأصحاب الإمام الحسين؟ يعني هسه خوب هو يعني أكيد أكو ناس أهل شأن بهذا الموضوع، لكن حسب معرفتي المتواضعة أنه أجى هذا التميز لأن هاي المعركة عسكريا خاسرة، معركة متميزة اي لا عسكريا خاسر. نعم. اما معنويا وعقائديا هي معركه لحد الان جاي تذكر وهذا الان، فلذلك يعني بقيه الاصحاب مثلا اصحاب رسول الله اصحاب امير المؤمنين كانوا من يروحون الحرب بين خيارين، يا اما ننتصر او نخسر المعركه، لكن هاي يدرون انه راح يستشهدون كلهم، لذلك اخذوا هذه الميزه، يعني هم جايين على حتى يستشهدون. حسنت ملا مؤيد. والله حقيقة أبو علي يعني هو الكلام يعني بالنسبة إحنا مو ذو اختصاص بالموضوع مثل ما قال أبو حيدر، لكن قضية الأنصار خل أنتقل بك إلى أعفيك من الجواب. نعم. لأنه غطى الجواب. نعم. أستاذ صباح الله يحفظ، أريد أسمع منك قصيدة أنا والمشاهدين للأنصار. أنا خادم قبل لا خلنا نقرأ بوذية إلى أحد خدام الحسين. هي صح أنصايا صح أنصار أبو السجاد من صيح وغير أنصار بالتاريخ من صاح ألام الناصر العطشان
هلا من ناصر العطشان من صاح الجثث والروس يهتزن سويه. انا من هذا المكان اريد اوديك الى ايام زمان، ايام الميمر وخدام الحسين خلف الكواليس، يا رب يحفظهم ان شاء الله لخدمه الانصار. نعم الزينم شداو عزيز الله. نعم الزينم شداو حزيم يوم الحرب زودي وعزم الله صاروا دير لاجل حسين وتنافسوا انصار يشهد عزيمهم بالشدة والحامة قالوا شهادة لو ناصر محسومة كل من يموت بساعته وبيومه كل من يموت بساعته وبيومه انطوعت مثل الشهد صار الأجل وأكثر بعد ما همهم جيوش وموت سوح الحرب وأخطار الله الله سوح الحرب وأخطار آي الصحابة بالطيب والله اتنافس وبالطاف شبابي وشيبه هاي الهم تيلو قيل مرجل والهيبه الهم تيلو قيل مرجل والهيبه بذل النفس عدهم عرس وجيش الكفر مثل الخرس خيلي وزيلم بالميدان منهم بوقت محتار إلى خادم الحسين الشاعر رعد التريخ الله يحفظه. اخضع حوائزكم ان شاء الله بحق الحسين. جينا الفتح كربله استاذ صباح. نعم. انصار ابو المرجله. الله. جينا الفتح كربله. انصار ابو المرجله. الله. صحنا يا حيدر علي تبقى وحق العلي زينبكم مدلله. الله. الانصار وزينب الحوراء وهذا الموقف. الله. اللي اجى بي حبيب الله سلام الله يثبت علي. موقفهم وعهدهم طبعا انا كل سنه اكتب للانصار الله. يعني بالعام الماضي او القبله كانت قصيده ملا باسم للانصار وبنفس اليوم ملا قحطان البديري يعني الحمد لله الله رازقنا كل التوفيق كل التوفيق سؤال هي. سؤال وبعدين اللي تحرجني نعم شم قصيده كتبت للملا باسم يعني تقريبا 6-7 قصائد موفق ان شاء الله في دوره ولا قحطان يعني يمكن 10 قصائد بعد من الرواد يعني مرتضى الحميداوي الله يحفظه مالك الاسدي الله يحفظهم مهدي العبودي الله يحفظهم يعني الكثير اغلب رواديدنا يعني موفق الشيخ حسين الاكرف علي الرميثي الله يحفظه محمد الساعدي الله يحفظه حسن القراني تحياتنا لهم نعم هو موفق ابو حيدر الله يعزك الله يوفقك اي ابو حيدر اللي يعني انا راح اقرا شيء من القصيده اللي قرات قراها من لباس مقطع اي وراها اعرج على قصيده ثانيه ايضا لها علاقه بالانصار نعم تقول متى
الأنصار يقولون متى نبديها الحرب؟ متى نبديها؟ وعلي نمحيها العدة. الله. وعلي نمحيها. الله. إيش يقول؟ هذا المستهل؟ هذا المستهل إيه. هاي مزامط. أي عهد مطين إحنا سيدي وشوف. إيه. الله. إيش نهد بروة إحنا ما حاجة للسيوف. الله. الله. هذا اللي سوى عابس. إيه. نهد بروة إحنا ما حاجة. المهم. الحسين عليه السلام يستأذن من أنصاره. يستأذن من أنصاره. من أنصاره. يقول لهم أريد أن تكون هذه الصولة هاشمية حصرا. والله. فكأني ببني هاشم عندما سمعوا كلام الحسين وقفوا وقفة الشاهود على الخيط. الله الله. وقفوا وقفة الشاهود. وقفة الشاهود على الخيط ولغاد تكترت خوف المنية. وصاحوا شمر جيشك كله معزوم. خم فوق السيوف الهاشمية. وقفوا وقفة الشاهود على الخيط ولغاد تكترت خوف المنية. وصاحوا شمر جيشك كله معزوم. خم فوق السيوف الهاشمية. اليوم ننشف الماي بالوجوه. الله. إذا ظل ماي بوجوها لمي. الله. شنو هذا الرعيد اليم الخيام؟ اخبار القاع واصل للثرية. الله. شمر لا تخاف مو زلزال بالقاع بس عباس اخذ لقطة تحية. الله الله. شمر لا تخاف مو زلزال بالقاع بس عباس اخذ لقطة تحية. ارتجز حامل الراية. ارتجز حامل الرايه يا اخوة حسين يا شذرة بخت بجفوف الزكية. الله. يا تربات الهلا يا راحة الضيف. الله. يا تتشاية علي حامل حمية. الله. يا ولد ام البنين الوالدة تقول الزلمة ما يخالف شورة خيه. الله. الشرف يرتفع كل ما طاحت الروس. يا ولد ام البنين الوالدة تقول الزلمة ما يخالف شورة خيه. الشرف يرتفع كل ما طاحت الناس. نريد نموت وتعيش القضية. هاي صدوركم خل تحضن النار. خاطر لا تصل خيمة رقية. اللي يقبل على المناية بروح عريس. السهام بعينة تنطش واهلية. المطر من يوقع على النهر يرتاح. لذلك عن النهر راح الطدي. لذلك عن النهر راح الطدي. الله 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 يعزك. يلتنشد عن الأحرار وأنصار الدين. ايه. الله. بالعالم أعظم أنصار أنصار حسين. نعم. بالعالم أعظم أنصار أنصار حسين. أنصار ونعم الأنصار أنصار حسين. أحسنت. الله. شدك من الأوائل بعد. حسين شفتك والنفس قوى يا ريت يا ريت شفتك والنفس قوة يا ريت ودمع عيني دم نجلة يا ريت يا ريت يا ريت الموت وياك ما أخذ أخويا يا حسين يا أخويا يا ريت الموت وياك ما أخذني يا ريت ومثل صدرك حوافر خير تروب يا صاحب الزمان أنت المعزى من هذا البيت التروب والدم يا بني يما ضل عنيك من حر الشمس محال حسين التروب والدم يا بني يما
ضلع عليك من حر الشمس محايد ضلع عليك يا اخويا الخير ما خل يا اخويا الخير ما خلت ما خلت ضلع عليك قفاك وصدرك وطبق السوق أنا قبل إنا لله وإنا إليه راجعون قبل لا أختم مساء أبو حيدر قال لي كل سيد جاسم طال سيد جاسم رحمة الله عليه من هذا المكان الله هذا الإنسان اللي أفنى روحه في خدمة سيد الشهداء سيد جاسم عنده أبيات يقول هاي يقول هذا الطور يقول هذا إذا أنت مريض وتعبان وعندك حاجة إن شاء الله الإمام الحسين يعينك وما ينساك وابو حيدر عنده حاجه قال مستعصي وان شاء الله من هذا المكان اي ثليث والنايات والنحسين يا ونا على الولد ونا على عاب بعد ونا يا ناس تشيب الراس من طلع الزين بين الارض اي حسين يا حبيبي يا حسين لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا لله وان الله يعظم اجرك ونميت يقضي حاجتك استاذ صباح ابو حيدر ان شاء الله بحق الحسين مقضي الحوائج جازيكم بالخير والبركه حسين يا حسين أنا بعد هذه الدموع أذهب إلى فاصل أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين يا نون لا تذهبوا بعيدا المجلس مستمر بعد الفاصل عظم الله لكم الأجر أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين يا نون من دموع علمائية هذه النسمات الحسينية أستاذ صباح أبو حيدر الأربعين وما لها وما عليها وكثرة المجالس وطلب الرواديد وأنت مقسم نفسك بين قسمين قسم رواديد يريد منك قصيدة وهاي روحية وقسم مهرجانات وقصيدة إلقائية وهاي روحية أخرى شلون تعالجها؟ هي أبو علي إذا المعالجة يمنى ما ترهم بس وداعتك هي الحسيني سهل أحسنت إحنا إذا يمنى الموضوع يعني على أرض الواقع صعب صعب طبعا يعني اليوم كربلاء إيش قد مساحته شلون تتحمل 20 مليون؟ هو هاي المعجزة طبعا حد واحد يعني ينكر هاي المعجزة معجزة يعني الحج 5 ملايين اللي كل هاي الامكانيات واحنا بامكانياتنا البسيطة كربلاء تتحمل 20 مليون فالشيء بالشيء يذكر القصد انه اذا تبقى على الشاعر وعلى الرادود ودعتك ما تمشي الامور صحيح بس هو التوفيقات. الحسين واهل البيت عليهم السلام بمعونة الله هم اللي مسهلين الامور الناس منتظرة أقرأ يعني أنت ذكرت الأربعين من اختياراتك السيدة زينب عليها السلام عندما تعود لدفن الأجساد لدفن الرؤوس الطاهرة في يوم الأربعين فهي تشاهد أنه الرؤوس تدفن وكذا
اكو راس كان قريب إلها، راس الحسين عليه السلام اخيها وامامها. فمن تدفنه تقول له فضت وانتهت كل من وصل حده. الله رجعت لديرته وراسك غفى بلحده. الله فضت وانتهت كل من وصل حده، رجعت لديرتي وراسك غفى بلحده، رديته ولو شابع شتم وحجار، بس المهم كفو يا الجسد رده. رافقنا 40 من الليالي السود، يعدد بالصياط وما خلص عده. تقول له رجع من المصايب زايد شقد شيب، وحتى الرمح ماخذ شيب من عنده. الله فضت وانتهت كل من وصل حده، رجعت لديرتي وراسك غفى بلحده. الله رديته ولو شابع شتم وحجار، بس المهم كفو يا الجسد رده. رافقنا 40 من الليالي السود، يعدد بالصياط وما خلص عده. رجع من المصايب زايد شقد شيب، وحتى الرمح ماخذ شيب من عده. عجيب المنقطع تكبر رسومه شلون، وتجاعيد الهضيمه مشرع بقده. عجيب المنقطع تكبر رسومه شلون، وتجاعيد الهضيمه مشرع بقده. رفيج بالدرب سولفت كل شويه، مقطوع ودمع فوق الرمح نده. مقطوع ودمع فوق الجفن نده. تقول له مقطوع وكنت اتنفسه من احتار، مقطوعه ونقول فويش للورده. الله ما عايف من كربلاء لحد الشارع، اي والله ابد، ولحد الدفن ويركل الكهف بعده. الله ومن يقرا الكهف حسيت رادي يقول ما مش كهف زين تقعد بسده. الله ما عايفني من كربلاء لحد الشام، ولحد الدفن ويرتل الكهف بعده. ومن يقرا الكهف حسيت رادي يقول ما مش كهف زينب تقعد بسده. يسولف للحج ما قالت العدلين، وسوالف مالحة من عيونه تتبدل. الله بعينه يسولف للحج ما قالت العدلين، سوالف مالحة من عيونه تتبدل. بعينه شقد حج والرمح ما بيروح، بعينه شقد حج والرمح ما بيروح. وانا الكنت فرزن كل حرف عده، سولفتش كثر وياه بدرب الشام. الحج المضموم اكلف من سهم كبده، سولفنا على دولاب الزمن من دار، وشلون العطش على الماء يتعده. على مراكب حرمنا بهدة النيران، وعلى ضيم الطفوف وش جاب وش وده. وقل الصار بي من شاف الاكبر طاح، من لما وذر وعلى الخيم رده. سولفنا على دولاب الزمن من دار، وعلى ضيم الطفوف وش جاب وش وده. على مراكب حرمنا بهدة النيران، وعلى ضيم الطفوف وش جاب وش وده. وقل ايش صار بي من شاف الاكبر طاح، من لما وذر وعلى الخيم رده. وسولف له على كسر الظهر بالعباس، من حيله يطيح وماكو لي شده. هاي اول حرب ما تنتهي بتابوس، وحوافر الخيل الطايح تمرده. من المحسن العبد الله قصته وياه، نسولف والسبي ما يخلص ايش عنده. عالي على الرمح تقول راس الحسين، عالي على الرمح ويشوف من بعيد. وسأله على الدرب ها خلص لو بعده، ويقول لي بعد قدام ضعن تسوق ومدن قدامنا وحدة قسم وحدة. هنا قال لي يا زينب طفلة راح تطير، هناك اوليد شلع صوتهم جلده. هنا قال لي رقية بحضن خلي تنام، العفو قنعيها ابو شحضان ما عده. العفو قنعيها ابو شحضان ما عده. وسالنا على الطفل راسه ايش عجب مرفوع، وعبد الله ايش عجب ما نايم بمهده. ومنه انضرب كان يباوع العباس، ويتمنى يرد شفي من تلزنده. هنا مفرق العشره، الجسد رايد راس، وجسمك على الراس المرتفع رده. وده رديته ورموش اسهام يم اسهام،
وديته ورموش أسهام يم أسهام ودمعت عينه غيظ وتشتكي الجدة فضت وانتهت كل من وصل حده رجعت لديرته وراسك غفل لحدة يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد أنا بعيني شفتهم ضحايا وحتى بخوي عبتهم يا زينب يا زينب يا محمد انا بعين شفتهم ضحايا وحتى بخويا عبدهم يا خويا ودعتك ما قلبتهم من بعيد خويا ودعتهم اي بعزينب هي بعايد بمن ازامط واحلف براس اذا قامت علي تجاسر الناس اجيب منين خويا النوب عباس اي ولوني هناك يا محمد ولوني وسبي اخلافكم خويا خذوني خويا خذوني لا قالوا علي حرمة ورعوني بحبلهم يا أبو جازب جذبوني الهضمني يا أبو جاسم وانا أسيرة من فزعة الواد مديرة ديرة وبقيت مكتفة وما لعشيرة والله كبيرة الكسرة يا محمد كبيرة يقول هنا العليلة خرجت دور على رقية ما موجود بالضعن ها شو تقول لها يا عم حجايا وحدة وراح أقول أنها صويحبت رقية ما أشوف أنا صويحبت بترقي ما أشوف أنا قل لي يا عم الخيل سعقنا قل لي يا قل لي يا عم الخيل سحقنها أعاين عض عن ما بينت جنابة أنا اشتاقي تشم أنا إذا عندك حاجة بهذا البيت يلوع القلب يا ابن امي ونبي واحتب على الدهر وابكي احتب على الدهر يا ماما وابكي ونبي جسم حسين متطشر جسم حسين متطشر ولمبي ولمبي وبقى الخرصر بعد ما صح بدي يا وبقى الخرصر بعد ما صح بدي سنت ملا سنت حبيب الليث الابيض نعم سيد الأنصار الله تشيخ موقفه طول الزمان وساد وزهير القين درع ووهب سيف ونار الله ومسلم عوسجة بحد المحتم ذاد وجون أبيض ضميره ويشع بالطف نور
وعابس من جنون العشق صار استاذ وجيش اختار نار وهو للجنات الحر الرياح خالف المعتاد. نعم. حسين الآية تقصد الله. حسين الآية. الآية تقصد من قراها الناس يا أيها الناس ولكل قوم هاد الله. نعم. الله الإمام الحسين هادي لكل الأقوام ولكل الأزمان لكل الأقوام بالعالم. أجر أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين يا نون فاصل ونعود إليكم. والعود أحمد وأحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين يا نون، والجزء الأخير الذي يختص بتحديات العصر والإمام الحسين. حبيبنا أستاذ صباح أبو حيدر، حبيبي أستاذ أبو علي. الأيام حبلى بيزيد وتقطف على العراق، خاصة بيزيد وشمر وابن زياد. شلون تقرأ هذه الظالمين الذين أتوا بكل مخازي الدنيا ودخلوا إلى العراق، وهذا التصدي لهم باسم الحسين؟ يعني هي أنا أذكر أنت وياي موجود في اليوم، إحنا أحد الشخصيات حكاية كلش لطيفة، قال يشتغلون 11 شهر. إيه نعم. يشتغلون 11 شهر 10 أشهر قال. نعم 10 أشهر أو 11 شهر لإسقاط المجتمع، إدخال يعني أنه نهاية قيمنا، هاي الأمور الدخيلة على المجتمع العراقي. نعم. مو شرط المجتمع المتدين، لا لا هو المجتمع، لا المجتمع العراقي، المجتمع اللي يستحي. حسنت ما نقول. ويجي الشهر يعني أمريكا وإسرائيل تطبيع والمثلية والإلحاد. نعم. يجي محرم ينهي كل شيء. حسنت. حتى الشخص اللي يحاول كان يجي ويمشوا وياهم ينسلخ عن انتماء الحقيقي ويرجع يرجع محرم. فهو الحسين يعني نسمع قصيدة. قلت هو هاد لكل. نعم. نسمع قصيدة. أكو موضوع مرات دائماً الطف به الكثير من المواضيع. عندنا مقطع بالمقتل يقول مقتل العباس عليه السلام. فكمن له لعين من وراء نخلة. من وراء نخلة. تلك النخلة تتكلم. تقول فيما مضى مات الصراخ على فمي. فيما مضى مات الصراخ على فمي وقبضت أحشائي وقلت تكلم. الله سنت. فيما مضى مات الصراخ على فمي وقبضت أحشائي وقلت تكلم وقلت تكلمي إني أنا غير النخيل وأختلف سر اختلافي عشت جنب العلقم. إني أنا غير النخيل وأختلف سر اختلافي عشت جنب العلقم. إني رأيت الموت موتا ثانيا لا موت أشجارا ونارا تضرمي. إني رأيت الموت موتا ثانيا لا موت أشجارا ونارا تضرمي. إني رأيت الموت وعدا صادقا مات الكفيل قد مات كافلهم بعقد مبرمي. مات الكفيل بخرق جود ضامئا من قال مات بما رموه بأسهمي. حدثته لكن صوتي لم يصل من يسمع الأصوات في بحر الدم. حيث اللعين بخلف جذعي كامنا رفع الحسام وخلف جذعي يحتمي. وأنا وسعفي والرياح ثواكل نبكي وكدنا من علانا نرتمي. ناديته ارجع فوبخني الصدى بئسا فليس الموت يرهب ضيغمي. لا تجينا المشرع مزروع موت. الله
وحتى هذا الماي غراه الطمع. أنا نخلة وعيبي عشت بلا هدين وسعف عالي وللي غدرك ما دفع، بس وحقك لمن حسيت بقفاي جذعك أزبر والسعف لجلك ركع. انكتب روحي وردت وياك أطيع وشمعة قوي طيحت جفوفك وقع، ورد أسألك وأنا دوهن المصاب هو شفك طاح ما أدري ارتفع. طبع لي سافر يلوح بالجفوف وانت اول شف بالوداع انقطع، جربتك سيدة قراب الشاربين وموش ماي السهم عالجربة اندفع. كنت شاهد يا اخو زينب كل شي شوف بفقدك الجمار شي ابيض طلع. يا ابو فاضل تدري لو ما شف ابوك لا فرات يظل ولا يطلع زرع، اش ورطان وعش الجيران الفرات كون قبل الواقع عجز عن شلع عدل بس شفتك شلت هيبة الضريع. الله كون قبل الواقع عجز عن شلع وسفه والعامود من غصن الاشجار، الشجر ما يعرف ديانه ولا شرع عدل بس شفتك شلت هيبة الضريع وبابك بكف خوه مو حنا انطبع. انت خليت الفرات بلا يلون وقلت له راح استصغرك يا من تكون، كان ابيض لونه اول ما اجاك وقلت له كون تروح فدوى الوجه جون. ترتجز والصوت واصل للسماء وجيش ميه بهالوقت يتراجفون، ما يسمعك جيشهم لما تصيح ما يسمعك من كثر طق السنون. الله الله يعزك، الله يعزك ابو عيد. سنت يا ابو عيد، ابو عيد تحديات الله العصر سنة. والحشد وهذه الاشياء التي اساسها الامام الحسين. سنت انا حقيقه في بدايه الحلقه انا اتذكر قبل سنتين او ثلاثه الله يحفظه السيد سستان الله يحفظه قال على الرواديد والشعراء ذكر الشهداء في مجالس الحسين. نعم. حقيقة يعني ضريبة، فأنا أباوع أكون هسه في كل محفل في كل مجلس لابد أن نذكر هؤلاء. نعم. الشباب اللي ضحوا بنفسهم من أجل طبعا نصرة مذهب أمير المؤمنين. نعم. نصرة الحسين. فأنا ضريبة حقيقة، أنا أكو بعض الناس يعني أختلف ويا بعض، أكو يجيك ويقول لك لا لا حقيقة هم ذولا منين ماخذين هاي الإرادة والقوة والتضحية من الحسين سلام الله عليه. فأنا حبيت من هذا المكان أحد الشهداء كان عنده أطفال صغار، بنات اثنين عنده، فتعرف أنت من طلع من البيت عينه على بنات فشعر تصوره شي يقول، تعرف أنت البنية تكون قريبة من أبوها من أبوها توقف له بالباب من يجيب له فد حاجة يجيب له كذا، فالشاعر ايش كتب عقيل الغالبي؟ انتهت قصة حياتي والبقت بس ذكرياتي، بس عفيت يمكم أمانة خويا أم بيت وبناتي. خويا ما نومين فقيتكم والقبور ما خذن منكم، راحت أيام المحنة والبقت بس ضيحك أيامكم. اسمع خويا هاي اسمع وصيتي عنكم تبقى على بيتي. الله خويا يا موتي الأخذني بالرمول غطى لحيتي. شو يقول بعد؟ قلبي مكسور على خوتي والقبر خانق لصوتي، صيحت واركض وراهم كلها مكسورة على موتي. يما يا الولد يا يما
قول تعبن الزمان واي تعبني لا تمشي. شوف قلب الوالد ايش قد شهداء. تعبني الزمان واي واي تعبني لا تمشي وتفارقني صحت يا ابني. شلون تريد تمشي يا ابني وتذبني المفارق صحت ما ينام بدلي ليمه يا يمه. بعد شو قل له؟ اشمناك ردت يا ريحتك حلوه يما شمنك ردت يا ريحتك حلوة يا يما بعد دنياي ما تسوى فرقنا الزمن يا وليد بالقوة. ايش يسوي الوحيد الوقت هد حيله. الى الشاعر تحسين الخفاجي. الله يحفظه ابو علي. الله عظم اجره. طيب استاذ صباح، شهداء القادة نعم صنعوا ما صنعوا من النصر رضوان الله عليه وأبنوا من جميع المراجع. الله تحضر مجالسهم من يدعوك لي كل الشرف. اكثر من مهرجان تروح؟ طبعا كل سنة. يعني كل سنة لك قصيدة للشهداء القادة لو اكثر من قصيدة؟ يعني انا لحد الان كاتب تقريبا احنا هسه عدت ثالث سنه رابع سنه راح تجي. راح تجي الرابعه يعني. نعم. انا كاتب 4 أو 5 قصائد والله من غير النصوص، يعني اللي تقرا النصوص الانشاديه فد مقاطع. لا خلنا نقرا هي قصيده قصيده كامله. طبعا انت تعرف وقع تلك الليله طبعا على قلب كل موالي وكل عراقي شريف. شريف الله شاهد هاي القصيده حقيقيه 100%. نعم سنت. أنا كنت جاي من كربلة فتحت التليفون لقيت أكو هيك خبر، ركضت على التلفزيون ركضت ما أعرف يعني. فبذيك الليلة رعدت والسماء ما كانها مطارة سكت كل شيء وبقت بس نبرة الغارة. طفى كل الضوء بالدنيا صار رماد من قالوا الشايب ما طفت نار. رعدت والسما ما كانها مطارة وسكت كل شيء وبقت بس نبرة الغارة. طفى كل الضوء بالدنيا صار رماد من قالوا الشايب ما طفت نار. وبقيت أنا وجهال انتان أبو الأخبار مفرع ودع بلكي كذب اخباره ولمعا في تبوي وهد بلايا عقال بس يريد يندل درب فجاره لهسه اذكر نعاومه ودمعها الحار ولطمتها عليها ملوحه عماره. هذا من اهلنا وحيل جاس قلوبنا لسه تركون ندق صور ربوبنا. ما ظل طير ابيض فجر ذاك اليوم من قالوا لحيته دموم تجاره وادم تلطم وادم تهز اجتاف. الله وادم تلطم وادم تهز اجتاف تيتمنا وربعنا استلموا بشارة يتشمت الما سامع سمع بالزود وبموت الواحد اش حتشاه الاصفارة. يكون القاع تحت السوى والحجاج من خلوا عدونا يتيهم عبارة ماتوا والعدم لسيوفهم موجوع واحدهم قبل لا يموت اخذ ثارة. ياهو يكون القاع تحت السوى والحجاج من خلوا عدونا يتيهم عبارة ماتوا والعدم لسيوفهم موجوع واحدهم قبل لا يموت اخذ ثارة. يا هل بينا يقبل مثل هاي تصير يكرم بموت لو سير علي جاره. الله يا هل بينا يقبل مثل هاي تصير يكرم بموت لو سير علي جاره. ما يرضاها والله العند ذره الطيب ويشوف بنص مضيفا ذبح خطاره. هو وصاحبه التحقوا وذر العصيان كفوها ومشوا لحقه وبنصاره. الله يعزك. حي الله حي الله الرجال ما تهاب الموت. الله حي الله
الرجال ما تهاب الموت لبت للنداء وفزعت على الصوت زلم عدها المراجل زفت التابوت التابوت لو طقت تقلب عليها باسم المرجعية وحيدر الكرار باسم المرجعية وحيدر الكرار هبت للحرب اصغارها وكبار سالم يا وطن محيوبة تبقى الدار والراية جفن عليها والراية جفن عليها. انا قبل لا اختم عندي حاجة وان شاء الله نذكر نذكر فاطمة العليلة حبيت اذكرها ولو شيء بسيط. هاي القصيدة بها ملوحة ما لهن كله نار الفراق فراقشي ود قلب العليلة نار الفراق فراقشي ود قلب العليلة ابو حيدوري نار الفراق فراقشي ود قلب اهلي راحوا عني قصد وكربلي راح ابوي واخذ كل العائله وانا كنت بجانب ومدلله فراق ابو السجاد من يتحمل فراق ابو السجاد من يتحمل فراقي لحسين حسين احس لو عثيجله نار الفراق فراقتي ود قلب اسمعي ما رجع للغالي لا رد القمار عني ابوي انذبح اسمع الخبايا ابوي عمي العباس طايح النهار عمي العباس طايح النهار ظهر ابوي حسين من شاف انكسار ظهر ابوي حسين من شاف انكسار شبت النار النار على خيام العاقلة نار الفراق فراق شود قلب العليلة نار الفراق فراق شود قلب العليلة ما يرد الحسين قالوا من ذبح ما يرد الحسين قالوا من ذبح خيل تسحق صدره راس على الرمح جسم ابويا الفوت سعميه جريح عقب عمري صار ليل بلا صبيح تبشي لعيون عيون العمر فدوى السبيلة نار الفراق فراق شوي قلب العليلة إذا قلنا الكرم الكرم يعني حسين الله بين صرح الكرم وبمن حرم وصبة مدينة من الكرم وبكربلاء الجود الله القمر باب المدينة وغيرته العتبة الله. اللي يكرم بالخلق محسوب نبع الجود زين اللي يكرم الله قل شن حسبه الضيف اللي يجي ضيف الله يعتبره وبطي بماي ملكه معزبه يعزبه بس حسين ضيفه كان رب الكون عزب بها البيته وخوته الله. وصحبه الله. وصرخ لاني قليل ورب ما وفيت نصب روحه مضيف الله. وقدم الرقبة الله أحسنت أبو علي أحسن الله إليك سيد محسن شكرا لهذا العطاء الحسيني وعظم الله لكم الأجر وصلنا إلى ختام الحلقة أبو حيدر بيش تختم أقول فرق بين الكتب لحسين بيتين إيه
فرق بين الكتب لحسين بيتي وبين الكتب روحه باسم الحسين. الله الله. فرق بين الكتب لحسين بيتي وبين الكتب روحه باسم الحسين وبين الدقوتت بعيون عاشور وبين الدقلة قطعة على الحياطين. لجنة واختبار الخدم مفتوح ورئيس ورئيس اللجنة يعرف بالخدم زين. الخادم ما يحصل الخادم ما يحصل ختم مقبول إلا الروح حمزة وقلبه ياسي. أحسنت. الله يعزك. إحنا نفرح من يمر يوم الطفوف عكس ما تظن العقول الجاهلة، لأن بين الفرح حد الاحتدام ويطفح الشيء إذا عن حد امتله. وإحنا بالدموع السائدة. الله سلم ابو علي. الدموع السائدة. الله عظم سلسة. الله لك الأجر. الله يحبك ابو علي حقيقة. شكرا لهذا العطاء الحسيني. ابو علي حقيقة نشكر يعني هذه القناة الطيبة. الله يحفظكم قناة الأيام. نشكر حبيبنا وأخونا أبو علي محسن الجوراني الأستاذ المبدع، وكذلك نشكر المخرج والمصورين، ويا رب إن شاء الله كل سنة وكل عام في خدمة سيد الشهداء. آمين يا رب. وما يحرمنا إن شاء الله من هاي الدموع إن شاء الله. شكرا إلى أبو حيدر. شكرا لك حبيبي ملّي مؤيد الطيب. طبعا شكرا أستاذ. بعد شكر المصورين والمخرج. أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاسين يا نون، شكرا لكم وعظ الله لكم الأجر. إلى حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.